هاد كل اللي بقي من مدينة أنطاكيا وأنتيوكيا، مدينة بيرجع بناءها لقبل 2300 سنة. هاد اللي بقي منها. في آثار لأكثر من مبنى. هاي واحدة من أقدم الأرضيات الفسيفسائية اللي ممكن نشوفها، أرضية مصنوعة بدقة من الموزاييك طبعا. عائشة، مو لازم اليوم تحتفلوا مع بعض؟ بشو بدنا نحتفل؟ اليوم عيد ميلاد اختي عائشة. لا تقول نسيت عمي. أول ما فاتت من الأخير جيبها الشاحنة لهون، بدنا نفتشها وننكتها ناكت كلها. عم استناك. هتخليني لأول مرة بحياتي فتش ورا أخي اللي من لحمي ودمي. مين اللي أجبرني على هذا الشيء؟ ابني اللي من لحمي ودمي. ليك سيناد، إذا ما طلع اللي قلته عن هاي الشاحنة صح، كن بعلمك أنا ما رح أسامحك. أغا شوفوا، أنا بزعل على عمي، بس متأكد إنه في خبز اليمن. هذا الولد بسح، وكون متأكد إنه هي شاحنة مو فاضية، رح تشوفها بعينك. حشوف، بتمنى تكون أنت صح. بتمنى، حتشوفها بعينك. دور تحت الدواليب منيح. أخي مروان، شوف عند الشوفير. شوف هنيك عند الشوفير. شوف هنيك، خلصني بقى. أخي ما في شيء. متأكد؟ ماشي، أنتوا كملوا. سينان، صراحة السيارة نظيفة. أخي مروان، يا جماعة مروان، لا تتوهم أخي، فتشوا أكثر من هيك. مروان يلا أخي، بكفي، وقفوا تفتيش. وقفوا التفتيش بكفي. يلا رجعوا على السيارات. بابا، بكفي سينان. بابا، أخي مروان بترجعك. على السيارات. بابا والله لا يطلع شيء. بكفي سينا، بكفي، بكفي، بكفي. عاش بقى مو طبيعي انت، خلص بكفي.